انا كنت هبلغك، غلطت ان انا سبتك تعرفي من نفسك. يعني لو كنت اعترفت لي انا ما كنتش هزعل؟ كنت هتقول لي ايه؟ انا رجعت لها من وراكي عشان ما قدرتش على بعدها؟ كنت بنساها بيكي؟ اتسرعت وطلقتها؟ هو انت نسيت هي عملت فيك ايه؟ انت مش فاكر اي حاجه انا عملتها لك؟ انا ما كانش قصدي ارجع لها، انا بس ضعفت قصادها وكان لازم نصلح غلطتنا ونتجوز. ضعفت بعد ما اتجوزتني. طب وليه بقى ما نزلتش تحت رجلها بوست جزمتها وقلت لها اعملي اللي انت عايزاه فيا بس ما تسيبنيش؟ ليه ما عملتش كده؟ ليه ما فهمتنيش ان انت هتفضل مريض بيها؟ ليه ما قلتليش ان انا هدفع ثمن مرضك ده؟ ليه قلتلي ان انت كرهتها بقلبك وحبيتني بعقلك؟ انا فعلا بحب. انت كذاب، انت واحد كذاب، انت استغليت حبي ليك زيك زي اللي قبلك. انت عملت اكتر من اللي قبلك عمل فيا. انا كنت بتعالج عندك، انت مرضتني، جبتلي مرض. لا بس انا مش هقدر اسيبك، انت عارفه ليه؟ علشان اللي في بطني؟ انا اصلا مش عايزه اي حاجه تربطني بيك. انا لو فضلت معاك هكرهك اكتر ما انا حبيتك. اتفضل روح قول لها خلاص ان انا بقيت بتاعك ليكي لوحدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ اقدر ادخل لها؟ مش عارفه، من ساعة ما جت وهي كل 5 دقايق تتصل تسأل عيسى وصل ولا لسه. عيسى؟ ده ايه اللي جايبه ده؟ معرفش، رانيا بعتها لنا، شكلها كده مسكته الشركة. مش ده برضه اللي قتل اخوها؟ اللي انت بتقوله ده؟ اوعى تقول الكلام ده قدامها، هتتضايق. صباح الخير. صباح النور يا مستر عيسى، اتفضل، ما مستنياك من بدري. ايه يا حبيبي؟ تحب تدخل معاهم محرم؟ الهبل اللي انت بتقوليه ده. هبل؟ اصل انت مش شايف وشك جايب كام لون من ساعة ما عرفت ان عيسى جاي لها. عادي يعني، بخاف على شغلنا. شغلنا والله، ولا خايف عليها هي نفسها؟ يا حبيبي تنسى ان انت دلوقتي متجوز، ما ينفعش تغير عليها زي زمان. يعني رانيا هي اللي بعتك ليا دلوقتي؟ انا اللي صممت اجي اقعد معاكي، اقنعتها ان احنا ممكن نتفاهم من غير مشاكل. مشاكل ايه؟ بخصوص البضاعة المتوردة ب 30% أعلى من سعر السوق. ده أنت جاي تحقق معايا بقى. لا خالص، ده احنا شركة في مناقصة واحدة. طيب، ده سبب كافي يخليني ما أسرقكوش. مش جايز أنت اللي بتتسرقي. تقصد ايه؟ أنت اللي جايبة العروض دي ولا حد في المكتب عندك هو اللي جايبها لك؟ أنت تقصد الناس بتوعي بيشتغلوني بيسمسروا من ورايا؟ والله أنا مش لاقي احتمال تاني غير ده. لا طبعًا، أنا بثق فيهم جدا، زي ما الهانم اللي مشغلاك بتثق فيك. طيب تسيبيني أجيب لك نفس العروض دي بتلات أرباع التمن؟ بص في العقد كويس، البضاعة دي أنا المسؤولة عن توريدها مش أنتوا. وأنا هجيبها لحساب شركتك مش لحساب شركتي. يعني اعتبرني شغال معاكي لمدة أسبوع. موافقة. رحت لها؟ طبعا. وهي عرفت منين ان احنا كنا مع بعض؟ اكيد كانت شاكه فيا ومشيت ورايا. وقلت لها اني حامل؟ ما جاتش السيره، بس هي ممكن تكون سمعتنا احنا بنتكلم في الكافيه. طبعا خيرتك بيني وبينها. لا، لو خيرتك بلاش الاسئله الصعبه دي. تفتكر هتعمل ايه بعد ما تعرف انك رجعت لي؟ اللي فهمته ان هي عايزه تسيبني. انت خايف انها تسيبك؟ ما تنساش ان هي كمان حامل.
حاسس بالذنب من ناحيتها؟ هي فعلا ملهاش ذنب في كل اللي حصل وفي طلاقنا ورجعنا تاني. تحبها؟ اسئلتك بقت صعبة قوي النهاردة. بتحبها؟ وقفت جنبي كتير ما تستاهلش أي أذية مني. هو أنت هتأذيها فعلا لو فضلت معاها لمجرد بس إنها صعبانة عليك؟ أنا هروح أعمل لنا حاجة نشربها. لا استنى. تعالى نروح مع بعض. يلا تعالى. تعرف أنت وحشتني؟ اتفضلي يا أستاذة، مفتاح العربية أهو. السايس بيقول إنه غسالة غسلت الفابريك. عيسى جه؟ آه، هو من ساعة ما جه وهو قاعد في مكتب رانيا هاني. أقعد. حضرتك بتكلمين أنا؟ أيوه. آه حاضر. حاضر. رانيا عاملة معاك إيه؟ عاملة معايا أنا؟ هو في إيه يا ماهر؟ في إيه؟ إيه الاندهاش ده من ساعة ما دخلت؟ في حد غيرك في المكتب؟ لا. طب ما تجاوب. رانيا عاملة معاك إيه؟ نسيت إنك شهدت ضد عيسى في المحكمة؟ هي الحقيقة ما نسيتش، بس هما الاتنين مش طايقيني. خايف يمشوك من الشركة؟ ما خبيش على حضرتك، يعني أنا الأيام دي بحاول أأمن نفسي كده وأدور على شغل تاني. لا ما تدورش. مش هتمشي طول ما أنا في الشركة. أنا احتمال كمان أزود لك مرتبك. ربنا ما يحرمني من سعادتك أبداً. بس أنا عايزاك تركز معايا شوية بقى يا ماهر. يعني مش عايزة حاجة تحصل في الشركة وأعرفها من حد غيرك. عناية وودانك عايزاهم الاتنين شغالين طول اليوم. وهم يعني هيشتغلوا أعز من سيادتك، من الودن دي قبل الودن دي. ماشي يا ماهر. لا إن شاء الله خير، خير يعني. قوم يا ماهر. أوه اتفضل. لسه بتفكر في سلمى؟ بصراحة خايف البنت تستعجل في قبل الطلاق زي ما استعجلت في قرار الجواز بالظبط. والمشكلة إن هي قاعدة مع وليد، ووليد طبعاً أكيد ضاغط عليها. ما تروح تقعد معاهم. أنتِ ما صدقتي بقى عاوز تخلصي مني. لا خالص بالعكس، أنا هروح أقعد معاك. وهتسيبي رنا لوحديها؟ عايزاها تحس بقيمتي. وتعرف اللي بتعمله ده غلط، وإن أنا مش راضية عليه. عيسى برضه كأنه سحر لها. أنا مش فاهم أنت ليه مش قادرة تقدري إن هي أو تفهمي إن هي ممكن تكون بتحبه. أنت برضه هتقولي إنها بتحبه؟ مش معنى كده إن أنا موافق على شغله معاه. يعني إيه؟ أنت لو أنكرتي الحب اللي ما بينهم مش هتقدري تبعديها عنها. وهبعدها إزاي؟ ما تمشيش وتسيبيها. بالعكس، كده لما هتمشي هتخليها تقرب منه أكتر. شوفي بقى، أنا عاوز أقول لك حاجة. لما يكون في حرب ما بيني وبين أي حد لازم تدوري على طرف ثالث يكون الحد ده كمان مع دي عشان تبقى مصلحتكم واحدة. طرف ثالث؟ كنت متأكد إن هلاقيكي لوحدك. ما حدش قال إنك جاي دلوقتي. قلت عدي كده أطمن عليكي، خصوصا بعد ما وردتي نفسك وشغلتي معاكي عيسى الفقي. كنت متأكد إن حاجة زي دي هتضايقك. هتضايقني أنا بس؟ يا بنتي عيسى ده بسببه أنت خسرتي سلمى وجوزها، وقريب قوي هتخسري مامتك كمان. هي اللي بعتتك دلوقتي مش كده؟ لا يا رانيا، انا مفيش حد بعتني، انا جيت لك بس عشان صعبانه عليا. يعني زي ما تقولي كده، عارف ان احنا متربيين مع بعض عشره يعني. لا هصحح لك معلومه، انت بس مش قادر تنسى ان انا سبتك عشان خاطر عيسى، وانك ما قدرتش تسجنه او تخلص منه. والله يا بنت انا ما عارف انت عملتي ايه في حياتك عشان ربنا يبقى غضبان عليكي بالشكل ده ويسلط عليكي كلب زي اللي اسمه عيسى. احترم نفسك وانت بتتكلم عليه، مش مسموح لك خالص انك تغلط فيه. عيسى انضف بني ادم انا شفته في حياتي. ماشي يا رانيا، ماشي، بس بكره هفكرك انك هتترجيني عشان اخلصك منه.
وهتفتكر ساعتها قد ايه كنت مخدوع فيه. بص يا وليد، مش عايزك تستنى حاجة مش هتحصل أبدا، وعايزك تشوف لك تسلية تانية غيري أنا وعايزة تتسلى بيها. على فكرة شكلك اتأخرت. Good night. ده عقد بيع نصيبك في الشركة، اقري براحتك عشان لو ليك أي ملحوظة قبل ما نمضي. مبلغ قليل قوي. غريبة، كنت وافقت على 10 مليون. رجعت في كلامي. وطالبة كام دلوقتي؟ لا أنا مش طالبة حاجة خالص يا متر. قعدتي في الشركة أهم من أي فلوس أخدها وأمشي. بس ده ما كانش رأيك لما فوضتينا على السعر. مظبوط. ما أنا ما كنتش لسه فهمت إن الشركة محتاجة وجودي فيها. وإني لازم أكمل مشوار جوزي الله يرحمه. يعني ده آخر كلامة بلغه الرانيا هانم؟ وليه بلغه لها بنفسك؟ ما تسيبها تسألني ولا أجاوبها. أنا المحامي بتاعها. عندك مانع تكون المحامي بتاعي؟ أكيد لأ. خلاص. يبقى تبعت لي بكره الصبح مندوب من الشهر العقاري علشان اعمل لك توكيل. هحتاج استشارتك في حاجات كتير قوي يا متر، وهعرف اقدر تمن الوقت اللي هاخده منك. اتفضل. ايه ده؟ ده مبلغ كده علشان عرفت تطلع عيسى براء. بس أنا خدت كل أتعابي من رانيا هانم. اعتبر المبلغ ده مكافأة مني فوق أتعابك. عيسى أصله يهمني زي ما يهم رانيا. على فكرة ما كلمتني، وافقت أجيب لها كشف أسعار بالبضاعة المطلوبة. كويس. بس إحنا كده هيكون عندنا مشكلة تانية. سارة كلمت المتر سالم وبلغته بشكل رسمي إنها مش هتقدر تسيب الشركة. كنت عارف. طب انت عارف ان وجودها في الشركة ممكن يعمل مشاكل قد ايه؟ ما تخافيش، انا اعرف نتعامل معاها كويس. انت نصيبك اكبر منها في الادارة وفي كل حاجة. سارة عايزة تفضل في الشركة علشان تكون جنبك وبس. جايز. بس المهم انا عايز ايه؟ سالم قال لي انها اديته شيك ب 50,000 جنيه. معقولة؟ أنا استغربتش زيك قوي كده. أصل الشيك ده رسالة منها ليا وليك. إزاي؟ عايزة تقولي إن هي ليها فيك أكتر مني، وإن هي فرحانة لك أكتر من أي حد. هي اطمنت على مراسها من ياسر وجاية دلوقتي تدور عليا. طب وأنت؟ أنا ربنا عوضني بحب تاني، مش ممكن أفرط فيه أبدا. طمني، ايه الاخبار عندك؟ ماهر ما تنساش تبلغني بكل همسه بتحصل في الشركه. الزبون بتاعك اتاخر قوي، انا في الفيلا اهو. انت فهمته ان هو هيأجر سنه واحده؟ طب سلام يا ماهر، سلام دلوقتي. نعيم دونجل؟ وجع حلو مش كده؟ شفت بقى الدنيا صغيره ازاي؟ بس أكيد دي مش صدفة. أكيد مش صدفة. أنا لما سمعت إنك عرض الفيلا للإيجار كلمت ماهر وقلت له أنا اللي هأجر الفيلا دي، بالذات كمان مريحة المرحوم. هو بصراحة المرحوم ما أعتقدش إنه كان هيتخيل أبداً إنك تسكن بالبيت. ليه؟ المرحوم كان موصيك إن أنا ما تدخلش الفيلا دي بعد ما يموت ولا إيه؟ أكيد لأ. بس أنا بصراحة برضو مش عارفة أهله ممكن يقولوا إيه لو عرفوا إن أنا هأجرها لك أنت بالذات. أنا متابع كويس وعارف إن كلام أهله ده ما فرقش معاكي في حاجة، كمان ممكن تبقى فرصة عشان تخدمه أكتر. ماشي، بس أنا مش هقدر أجرها لك 3 سنين، أجرها لك سنة واحدة ونبقى نجدد. ليه؟ بتجربيني الأول ولا إيه؟ لا مش الفكرة يعني، بس أنا جايز أحتاج الفيلا في أي وقت. ماشي، بس توعديني لو فكرت تبيعيها تبيعيها لي أنا. ياه، ده انت داخل على طمع بقى.
وفي حد يشوفك ما يطمعش. طيب ادعي لي بقى ما اضطرش ابيعها. ادعي لي؟ ادعي لك لو فكرت تبيعيها تبيعيها ليا. ايه رايك بقى نمضي العقد؟ انت كمان جاهز بالعقد؟ نعيم دايما جاهز. طب اتفضل. سلمى. طب والله انا كنت عارف انك جاي. يارا هنا؟ لا طبعا، ما انت عارفه تبقى في المدرسه في الوقت ده. يبقى هنتكلم براحتنا. حبيبتي انت مش محتاجه تتكلمي، عارف ان ليكي حق تزعلي مني، يمكن عشان اتصرفت بشويه انانيه اليومين اللي فاتوا دول، بس غصب عني انت عارفه ما عنديش غير يارا وخايف تنشغلي عنها. بس خلاص يلا يا ستي نجيب بيبي ونحب احنا الاتنين سوا زي يارا، على الاقل ما يبقاش عايشه لوحدها، يبقى عندها اخ ولا اخت. انت شايف ان دي مشكلتنا الوحيده؟ انك حرمتني من الخلفه واخيرا وافقت بعد ضغط. حبيبتي لو كان في مشكله تانية تعالي نقعد مع بعض نتكلم ونحلها. مشكلتنا ملهاش حل. انا غلطت لما حبيتك قبل ما اعرفك كويس، وسام الله يرحمها غلطت لما وصلت اننا نتجوز بعد ما تموت، واحنا الاتنين غلطنا لما سمعنا كلامها واتجوزنا قبل ما نسأل نفسنا سؤال، كل واحد عايز ايه من التاني. انا ما لقيتش اي حاجه عندك كنت مستنيها، وانت اكيد اتفاجئت من طلباتي اللي ما كنتش عامل حسابها، بس انا عارفه ان انت ما عندكش اكتر من اللي انت اديتهولي، وانا برضو ما عنديش اكتر من اللي انت خدته. بتعيريني يا سنة؟ بتعيريني انك وقفتي جنبي وجنب بنتي؟ لا، انا جاي اقولك نسيب بعض. في حد تاني؟ يبقى ما فهمتش اللي انا قلتهولك. سلمى انا مش هسيبك غير لما افهم في ايه بالظبط. شريف احنا حاربنا عشان نتجوز، متخليناش نحارب عشان نتطلق. ده شريك عاطف النادي. مش وقته دلوقتي. ليه؟ دي اخر دفعه ليه وميعاد استحقاقها عدى عليه اسبوعين. ما يستحقش غير اللي اخد. بس ده مش اتفقنا معاه. ضحك علينا وادانا باسعار اعلى من السوق. مش حقيقي، انا بنفسي لفيت على كل المعارض. بلاش انت تورط نفسك في الموضوع ده. خليني كده فاكره ان انت مخدوع في ذهن. الو. ايوه يا عيسى، انا معايا علاء دلوقتي وفاتحه سبيكر. اوكي. اخبار طلبيه الرخام ايه؟ بكره الصبح هتكون عندك ان شاء الله. والسعر؟ 30% اقل من السعر اللي استلمتي بيه طلبيتك الاولانيه. شكرا يا عيسى. العفو يا فندم، مع السلامه. ايه رايك؟ ما هو كده في حاجه غلط. طبعا في حاجه غلط، علشان اشترينا باسعار اعلى من السوق، بس ملحوقه. ازاي؟ عاطف مش هياخد جنيه فوق اللي هو اخده. اه بس ما تنسيش انك ماضيه معاه عقد. يشتكيني وشوف بقى انا هعمل لك فيه. وانت كلمت عاطف النادي؟ فضل يرن عليه لغايه اما زهقني ورديت عليه. وقلت له ايه؟ اقول له ايه يعني؟ قلت له الحقيقه، قلت له ان مها مش هتدي له ولا مليم تاني من فلوس، والراجل اتجنن كان هينط لي في التليفون، وقال لي ان الفلوس دي مخصوصه من العموله بتاعتي. وانت ما كنتش اخدت اي فلوس خالص؟ ما هو ده اتفقنا معاه من الاول، ان انا العموله بتاعتي اخدها من اخر دفعه. واضح ان مها كانت على علم بده، عشان كده رفضت انها تمضي الشيك وتديله الفلوس. بس مفيش أي حاجة تثبت إن أنت متفق عليها مع عاطف النادي. فرق الأسعار اللي جابوه لعيسى،
يثبت واكتر كمان. طب والعمل؟ مش عارف، مش همين الفلوس اللي راحت دي دلوقتي قد ما انا عمال افكر ان ممكن تحول كل الطلبات اللي جايه اللي اسمه عيسى. بس انت مفهمني ان انت مش قلقان منها. اللعب دلوقتي بقى مكشوف، ومش بعيد لو دورت ورانا اكتر هتفهم ان انت اللي معرفاني على عاطف النادي. يا سلام، يعني كمان هتتهمني ان انا واخده عموله من عاطف النادي؟ بالظبط، ولو دورت اكتر هتفهم ان انا وانت مع بعض، وساعتها ما هتخلص مننا انا وانت مره واحده. ففكري، فكري. أقدر أتكلم معاكي شوية؟ اتفضل. بصراحة ما جاش في بالي إنك تزوريني هنا تاني. ولا أنا كمان. دي أكيد حاجة مهمة بقى اللي جابتك فجأة كده. بحاول أنسى كل اللي حصل من ساعة موت ياسر، لحد ما ورثتي فيها أكتر مني. أصبر نفسي وأقول أكيد ربنا له حكمة أنا مش فاهمانة. يمكن رايد ينصفني. لسه بتحبي عيسى؟ أعتقد من حقي ما أجاوبش على السؤال ده. أنا مش مستنية إجابتك. أنا عارفة ومتأكدة إنك لسه بتحبيه. خدتي فلوس ياسر؟ من حقك تدوري على حب عمرك. لا انت لو جايه دلوقتي على اهدي اهدي. انا جايه المصلحه ليا وليكي. ما تستغربيش قوي كده. انا كمان ما كنتش متخيله ان في مصلحه واحده تربطني بيكي في يوم من الايام. يا ريت توضحي اكتر. رانيا بتحب عيسى ومستعدة تخسرني عشانه. ما أعتقدش إن أنتِ تحبي إنه يروح لها ويسيبك. وأكيد بتفكري إن حب عمرك يضعف قدامك. وساعتها رانيا بنتي تتجوز اللي يليق بينا وبمستوانا، وما يكونش متهم بقتل أخوها. وإيه المطلوب مني؟ أنتِ قاعدة في الشركة عشان تبقي جنب عيسى. مش عايزاكي تسيبي الشركة مهما رانيا وعيسى ضغطوا عليكي. طيب. وما انت شايفه ان ده الحل؟ ما عنديش حل غيره، وما اعتقدش ان انت عندك حل تاني. لو خليتي عيسى يرجع لك تبقي هترحميه من اللي ممكن اعمله فيه لو فرق بيني وبين بنتي بعد ما حرمني من ابني. فكري كويس، وانا متاكده انك هتردي عليا. نفسي اطمنك، بس المره دي جايه لي وحالتك اسوأ من المره اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ قلت له يطلقني. خايفه ما يطلقنيش. ولا خايفه يطلقك؟ لا، انا عمري ما كنت واضحه مع نفسي قد دلوقتي. ويارا؟ لو حسيت اني هرجع له مخصوص عشانها مش هعرف احبها ولا اهتم بيها زي الاول. يبقى لازم بقى تبقي عارفه
ان وجودك معاه هياخد منك كل يوم اجمل ما فيكي. ساعتها مش هتلاقي حاجه حلوه تديها لحد. المشكله انا ما بقتش اعرف انام خالص. اكتب لك على منوم. خدي منه حبايه او نص حبايه قبل ما تنامي. ترسي. اشوفك تاني امتى؟ ادعي ربنا بقى ما جالكش تاني. خلاص خلينا على التليفون بقى لحد ما اطمن عليك. قالوا لي عليكي هنا. قلت يبقى والدك معاكي. مش الدكتور برضه اللي بيعالج ولا؟ هي بقت تجي لك لوحدها دلوقتي. شريف ممكن نتكلم بعدين؟ نتكلم بعدين فين يا هاني؟ هو الدكتور ما يعرفش انك متخانقه معايا وسايبه بيتك ولا ايه؟ على ما اعتقد ان دي مسائل شخصيه انا ماليش علاقه بيها. مسائل شخصيه؟ عايز تقنعني انها ما جاتلكش دلالي عشان تتناقش معاك في المسائل الشخصيه دي؟ شريف انت بتقول ايه؟ بقول لك اللي انت حاولتي تخبيه عني يا سلمى. طلبتي تطلقي مني علشان الدكتور قال لك اني لسه مستنيكي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك الكلام المظبوط يا دكتور. واضح انكم شطحتوا بخيالكم بعيد شويه ونسيتوا ان الهانم لسه متجوزاني. وما ينفعش تعشم حد بالجواز لحد ما تتطلق. ده لو طلقتها. الشركة دمها تقيل قوي من غيرك. أنا واخدة أجازة مفتوحة. وأنا عايزة أقفلها لك. هي رانيا قالت لك تقعدي معايا؟ لا لا خالص، أنا بس عرفت إن أنتِ زعلانة منها شوية. فحبيت أقعد معاكي عشان أفهمك إنك هتشتغلي معايا أنا مش مع رانيا. ده اللي هو ازاي؟ بصي يا ستي، احنا دلوقتي بنوزع اختصاصاتنا في الشركه والسكرتاريه هتكون من اختصاصي. يعني انت عايزاني اكون سكرتيرتك؟ لا طبعا، انت هتبقي سكرتيره الشركه كلها بس بالتنسيق معايا انا. بس انا للاسف ما اعتقدش هعرف ارجع الشركه تاني. والله انا لو مكانك ما اسيبش الشركه ابدا علشان. قصدك مين؟ شريف. بصي، بغض النظر انتوا كملتوا مع بعض او حتى انفصلتوا، انت ليكي في الشركه هنا زيه بالظبط. انت متربيه في الشركه دي. يعني انت دلوقتي بتعرضي عليا تمشي شريف عشان ارجع للشركه؟ حبيبتي شريف كده كده ماشي، رانيا عامله عيسى سينيور عليه وهو رافض الوضع ده واخد اجازه. طيب اديني فرصه افكر. ادي نفسك انتي فرصة تجربي الشركة في وضعها الجديد. وصدقيني هترتاحي معايا اكتر من الشغل مع رانيا بكتير. طلقني يا وسيم. لو سمحت. ووعدك ان انا مش هحاسبك على اي حاجة انت عملتها. ولا حتى هعاتبك على اي حاجة انا عملتها علشان. طب وابننا؟ أنا مش هكسر نفسي مرة تانية. مش هبقى معاك علشانه تاني. أنا ما اتجوزتكيش علشانه. إيه؟ كنتش تعرف إن أنت هتضعف وترجع لها؟ ما كنتش أعرف إنها هتحمل زيك. حتى لو ما كانتش حامل ما كنتش هترجع لها؟ على فكرة مش أنت لوحدك اللي غلطان. أنا كمان غلطانة إن أنا اتجوزتك وأنا مش متأكدة إن أنت نسيتها. بس أنا هصلح غلطتي دي. أنا ما جيتش النهاردة علشان خاطر أخيرك بيني أو بينها. أنا جيت عشان أصلح غلطتي. جاية تقول لك يا ناهية؟ لا، جاية تقول لك طلقها. عرفت انك سبت الشغل عند رانيا؟ زي ما تقولي كده واخد اجازة طويلة شوية. يعني هترجع؟ معرفش. بس أنا عارفة. أنت مش هتقبل إن عيسى ياخد مكانك. ورانيا مش هتسمح ان حد يدخل بينها وبين عيسى.
هي عندها استعداد ياخد مكانها هي شخصيا. عرفتي الكلام ده ازاي يا معلم؟ المهم اني عرفت. خلينا بقى في الاهم، انا عايزاك تبقى معايا. ما انت عندك علاء الملط. هخليك مديره، مدير الحسابات كلها. ليه؟ محتاجه حد في خبرتك وكفاءتك، وتبقى عيني على علاء وعلى الشركه كلها. طب نتفق الاول. مبدئيا انا مش هطلع اي سر من اسرار رانيا. انا صحيح كاره اللي هي عملته معايا، بس مش هقدر اخونها. ما طلبتش منك اسرار رانيا، ومش هتطلبيها في المستقبل. مش هطلبها. المرتب اكبر من اللي بتاخده منها. اتفقنا. وهتقدم استقالتك امتى؟ يعتبريني قدمتها خلاص. وهتقول لها انت رايح فين؟ لا، خليها مفاجأة. معرفش ايه اللي خلاني اتشجع واجيلك. كنت متأكدة انك جاي، بس بصراحة ما كنتش عارفة امتى. عندي خبر مش حلو. قالوا لي انك جاي تاخد ملف. طلع قلبه عليا اكتر من اللي معايا. اكبر غلطه ان احنا نضيع من ايدينا فرصه زي دي. كاني ضربتها على دماغها. انا كنت فاكر الموضوع خلص على كده. طب مش خايف اكبر ونفسك؟ عارفه انهم هيرجعوا لبعض. عايزه تثبت لنا انها بزنس وومن. ارقام كتير ممكن تتمسك علينا. ورانيا عارفه بالكلام ده؟ انا واثقه ان مش انا اللي قتلت اخوها. كلها يومين وهتدمني الشغل معايا. المهم احنا لازم نقول كل اللي حصل ده.